خليني اروح لزميلي شريف شعبان من داخل النادي الاهلي، نعرف اخبار استعدادات الفرقه النهارده، ويمكن في النهارده حاجه جديده شريف هيعرفنا عليها. مساء الخير اولا يا شريف. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي لك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. جماهير النادي الاهلي تستحق اللي تبقى موجوده في قلب الحدث. جماهير النادي الاهلي لازم تعيش معانا كل اجواء اللي بيمر بيها النادي الاهلي. احنا دلوقتي في مكان مخصص، باركنج مخصص لسيارات النادي الاهلي واتوبيسات النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي هتيجي من بره النادي الاهلي، هتخش في المكان دوت بعربياتها، مش هتلاقي اي مضايقات خالص، اي حاجه خالص، عشان نحمي لاعبي النادي الاهلي من اعراض كورونا او اللي ممكن ياثر على لاعبي النادي الاهلي من الوباء كورونا. فالنادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل اللي بيحمي لاعبي النادي الاهلي. فلاعبي النادي الاهلي في القريب العاجل هيخشوا في هذا المكان ببوابه خالص، هيخشوا من هذا المكان بعربياتهم، هيخشوا من خلف البوابه ديت، خلف المدرج الجديد في النادي الاهلي. البوابه دي تدخلك على طول على غرف ملابس لاعبي النادي الاهلي. الباركنج دوت هيكون موجود في الاتوبيسات، الباصات اللي من خلفي اللي هيركب فيها لاعبي النادي الاهلي بعد نهايه المران متجه الى اسكندريه، ورب باذن الله يكون التوفيق والفوز بكره من نصيب النادي الاهلي. بعد موضوع الباصات اللي هيكون موجود النهارده، اليومين القادمين او الايام القادمه باذن الله هتلاقي بقى لاعبي النادي الاهلي بعربياتها بتخش في هذا المكان، تركن تخش تمرينها وتاخد عربياتها وتخرج بره النادي الاهلي اسوه بالانديه العالميه، زي ما بنشوف في الصور في الانديه الكبيره جدا. النادي الاهلي بيواكب التطور، النادي الاهلي موفر كل الاجواء لكل لاعبي النادي الاهلي. واجب لكل جماهير النادي الاهلي تشوف اللي احنا بنرصده لهم عشان عايشين معانا الحدث اول باول. كده الامور بتهيالي اكتر راحه واكتر امانا كمان لنجوم النادي الاهلي وهم بيشاركوا في التدريبات او بيتحركوا لمعسكرات الفريق في اي ماتش مختلف. مباراه الاسماعيلي طبعا، المباراه السته الاخيره زميح. كلها في منتهى الاهميه وفي منتهى الصعوبه، وعلى درجه واحده انا بشوفها على ايا كان المنافس وايا كان الخصم، انا بشوفهم الحقيقه على نفس القدر من الاهميه، لكن تبقى مباراه الاهلي والاسماعيلي ليها حته زياده شويه يا شريف. تطمن جمهور النادي الاهلي على مران النهارده مين شارك؟ مظبوط. مين يعني عرفت كمان انه حتى من الاخبار الكويسه ان وليد ومحمود متولي شاركوا في جزء بسيط من التمرينه بتاعه النهارده. تمام، تبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي كلاسيكو من التدريبات القوية، أهلي زمالك أهلي إسماعيلي، مباراة قوية وجماهير مصر كلها بتحب تستمتع بالكلاسيكو الأهلي والإسماعيلي. فبإذن الله بكرة تكون مباراة قوية جدا ويكون التوفيق بس معانا ونفوز بهذا اللقاء. ست لقاءات مصرية، ست لقاءات حاسمة بإذن الله، نفوز بست لقاءات نتوج بيه بطولة الدوري بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ده اللي اتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني واتكلم فيه مدير الكرة مع لاعبي النادي الأهلي، التركيز ثم التركيز، طبعا احترام فريق الاسماعيلي، محاوله احراز هدف مبكر، كل ده اتكلم فيه مدير الفني ومدير الكره مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن المران بدا في الخامسه مساء بعد محاضره فنيه استمرت حوالي 25 دقيقه اتكلم فيها مستر بيتسو موسيماني وشاهد لاعبي النادي الاهلي كل ما يعني من قوه لفريق الاسماعيلي ونقاط ضعف فريق الاسماعيلي، يا رب بكره يترجموا دوت لاهداف ونخلص بكره الجيم. النهارده كان في المران وليد سليمان، الخبر المفرح امبارح والنهارده بيشارك في جزء من مران فريق النادي الاهلي. محمود متولي نفس القصه، سالت الدكتور احمد ابو عبله بيخشوا على مراحل عشان خاطر الحمل التدريبي يقدروا يواكبوه مع باقي زملائهم ما يكونش ليه لود على العضله. فباذن الله خلاص يمكن محمود ووليد سليمان في المراحل النهائيه خالص للمشاركه مع فريق النادي الاهلي. بدر بنون يمكن للاسف امبارح المسحه اثبتت ايجابيه عينتها، بكره باذن الله او الاعراض خلاص بدات تتلاشى عن بدر بنون، بدا الجهاز الطبي والجهاز الاداري يديله او الجهاز الفني يديله بعض التمرينات يعملها في المنزل، بكره باذن الله يكون في مسحه كورونا ثانيه، يا رب باذن الله بكره تكون المسحه سلبيه ويرجع يتمرن مع باقي زملائه عشان يلحق الخمس مباريات من بعد مباراه الاسماعيلي، هتكون مباراه انبي، فيا رب باذن الله بدر يكون مشارك في الخمس مباريات المقبله. الكل بيشارك في المران، كل لاعبي المنتخب الاولمبي بتشارك في المران، الشناوي اكرم صلاح محسن الكل بيشارك في المران. فباذن الله طاهر محمد طاهر ايضا اعلن جاهزيته لهذا اللقاء. الكل يبقى للنظره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، مين اللي ممكن يخش القائمه، مين بكره يكون ليه تواجد في لقاء الاسماعيلي، الكل اعلن جاهزيته للقاء الاسماعيلي. هننتظر بعد نهايه المران اعلان القائمه ونشوف مين اللي هيسافر الى الاسكندريه. الاهلي حجز في احد الفنادق يعني المتواجده في قلب الاسكندريه بالقرب من ملعب المباراه، يا رب باذن الله بكره التوفيق يكون معانا ونفوز على فريق كبير هو فريق الاسماعيلي ان شاء الله. شريف شعبان زميلنا العزيز من داخل النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على تغطيه مران النادي الاهلي النهارده.